السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا أصدقائي في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنتعرض لمجموعة من الأسئلة الخاصة بموضوع التشوك مانيفولد اللي إحنا كنا اتكلمنا عليه من حوالي إمبارح أو غيره. طيب نشوف كده بعض الأسئلة الأول قبل ما نخش على التشوك مانيفولد، هنراجع مع بعض الأسئلة عشان تبقى الأمور أكثر وضوحا. طيب بنقول اول حاجه خالص يا جماعه، اهو بالنسبه للتيست شارت والدوكيومنت اللي احنا اتكلمنا عليها، بالنسبه للتيست شارت والدوكيومنت، فاول سؤال بيقول لك ايه؟ What must be true for barrier test charts and documents؟ قلنا يا جماعه ان الدوكيومنتس بتاعتنا ده طبعا بيقول لك اختار اجابتين، فبنقول حضرتك ان احنا لازم نسجل عليها البريشر والتايم، ثاني حاجه كمان لازم نقول نوع التيست اللي يتحط عليها ايه، ثالث حاجه ان الناس تمضي عليها وهكذا. يبقى حضرتك بنقول ايه الاجابات الصح هتبقى رقم ايه؟ The test documents should record that the test pressure and its duration، طبعا اللي هو بيتسجل الوقت والتوقيت، مثلا عملناه الساعه 2 عملناه الساعه 3 كده يعني، وقيمته 3000 او 2000 او ايا زي ما يكون. ثاني حاجه اللي هي رقم بي الاجابه الصح برضه، بنقول The test documents should record the type of the test to be conducted. For example نكتب مثلا ده الانيولار، ده البي او بي، ده الاتش سي ار، وات ايفر يعني نوعه، تمام كده؟ بنقول برضه ان هو لازم يمضي بس اوثورايزد بيرسون ايه؟ اند ذا تشارت ديسترويد افتر ذيس. لا طبعا ما بنقطعوش، بنحتفظ بيه دايما عشان لو قدر الله لو حصلت مشكله يبقى بنستبعد الاجابه رقم دي، يبقى الاجابه الاي وبي هما الاجابتين الصح. طيب السؤال رقم اثنين بنقول وات ار ذا كي ريكوايرمنتس اوف بارير تيست دوكيومنت؟ برضه ايه بيقول لك هنا اختار اجابتين، فبنقول ان لازم الريكويرمنت لاي تيست بنقول ان هو لازم أن يكون متوقع عليه من شخص كويس، من شخص اوثورايزد يعني اللي هو كومباني مان او غيره او كده. ثاني حاجه ان البارير تيست نفسه بريشر لازم أن يبقى ريكوردد اللي احنا بنقول عليه، مثلا ده البي او بي ولا الراما ولا الانيولر ولا ايه بالظبط. يبقى الاجابات الصح هنا بنقول ان هي all barrier test documents must be signed by an authorized person. قلنا الاوثرايزد بيرسون ده اللي هم عندك اللي هو الراجل بتاع البامب اوبريتور، الدريلنج كونتراكتور ريبريزنتيف اللي هو التربوشر، الكومباني مان، الناس دي كلها لازم تتوقع عليه. يبقى الاجابه الاولى رقم صح، الاجابه الاولى الصح اللي هي all barrier test documents must be signed by an authorized person، ده اجابه رقم صح او رقم بي الاجابه صح. ثاني حاجه ان احنا بنقول barrier test pressure must be recorded، barrier test pressure must be recorded اللي هي رقم بي اللي احنا بنقول عليه اللي هو مثلا ده بي او بي ولا سوري راما ولا انيولار ولا اتش سي ار ولا وات ايفر ايه هو. خلاص طيب السؤال رقم ثلاثه بنقول هو شود ساين ذا بريشر تيست دوكيومنتس، فبنقول الناس اللي مسؤول عنها اللي هو حضرتك البامب اوبريتور والدرينج ريبريزنتيف اللي هو التول بوشر والويل اوبريتور اللي هو الكومباني مان ريبريزنتيف، يبقى الناس دي اللي مسؤوله انها توقع قدامك، يبقى الاجابه الصح هم الثلاثه دول. خلاص يبقى الاجابه دي رقم دي هي الاجابه الصحيحه. طيب برضه في موضوع تاني هنخش فيه قبل ما نخش على التشوك مانيفولد، فبنقول عندك اسمه الانفلو تيست، احنا خدناه امبارح اللي هو حضرتك لو ما انتش عارف تعمل تيست دايركت فبتعمل نيجاتيف تيست عشان تتاكد عليه. فبنقول اهو وات از ذا بيربس اوف انفلو تيست، ايه الغرض من الانفلو تيست او النيجاتيف تيست اللي بتعمله اللي انت بتعمله؟ يبقى حضرتك اهو تو تشيك ذات ذير از نو كوميونيكيشن فروم ذا فورميشن ثرو ذا كيسنج اور ذا لاينر لاب سيمنت بلاج. يبقى دي الاجابه الصحيحه بعد ما بعمل الاسمنت والجوب بتاع الكيسنج والاسمنت، بقلل البريشر اللي موجود الهيدروستاتيك اللي موجود جواه، فبالتالي لو في فيلير في الجوب بتاع الاسمنت ولا في اي حاجه بتظهر عندي، يبقى الاجابه الصح تو تشيك ذير از نو كوميونيكيشن فروم ذا فورميشن ثرو ذا كيسنج اند ذا انيور لاب سيمنت بلاك، يبقى رقم دي هي الاجابه الصح. طيب السؤال الثاني بنقول ايه؟ وات از ذا انفلو تيست؟ ايه هو الانفلو تيست ده يا جماعه؟ فاحنا بنقول اهو بنقول to check if the barrier flowing when you applied negative pressure on the bottom. حضرتك لما بتعمل negative pressure، طبعا هنا في اجابه فوقيها ان هي تعمل positive، طبعا الاجابه غلط، ان احنا بنقول ان احنا بنعمل negative test اللي احنا بنقلل الهيدروستاتيك بريشر فوقيها، فالاجابه سي هي الاجابه الصحيحه ايضا. طيب السؤال رقم ثلاثه بنقول in which situation، في اي المواقف would you choose to do an inflow test to verify a well barrier element؟ في اي المواقف انت هتلجا ان انت تعمل الانفلو تيست ده علشان تعمله؟ الاجابه ببساطه شديده جدا لما حضرتك ما تبقاش عارف تعمل بوزيتيف تيست، ف
فالكلام ده بيحصل امتى؟ يعني لما تيجي نقول when pressure test the liner lab، طبعا الاجابه دي صحيحه. طب تعالى نشوف الباقيين، when the pressure test annular، لا طبعا الاجابه غلط، تقدر تعمل بوزيتيف. لو تشوف manifold برضه اجابه غلط، تقدر تعمل بوزيتيف. برضه testing التوب اي بي او بي برضه اجابه غلط، لانك تقدر تعمل عليه بوزيتيف. يبقى النيجاتيف تيست او الانفلو تيست تقدر تعمله فقط على اللاينر لاب، لانك ما بتعرفش تعمل عليه بوزيتيف تيست مباشره. طيب سؤال رقم اربعه بنقول اهو، السؤال ده مهم قوي، خد بالك، بيقول لك performing an inflow test، خلاص بنعمل inflow test with retrievable buffer set above the top liner. يعني انت دلوقتي عملت buffer وسيدته على التوب لاين وقللت البريشر فوق، تمام، and the return is lined up to the trip tank. احنا خلاص عمل حطينا الريتيرن بتاعنا على التريب تانك عشان نشوف after the displacement of the annulus to fresh water، يعني عشان نشوف هيحصل ايه لما عملنا خلصنا displacement. حلو، فبقول لك after the initial pressure built، يعني في الاول كده البريشر حصل له build وبعد كده بريشر was built بلدناه، soon after بعد كده حصل ايه an increase in shot end drill by pressure it is witnessed with no increase in the trip tank. يعني حضرتك احنا ايه، خد بالك ما لقيناش في اي تغير في التريب تانك، ولكن لقينا ان الشوت اند دريل باي بريشر بدا يزيد، لاحظنا ان هو بدا يزيد. وات از وات هابند، يعني حضرتك كده وانت قاعد على السواكو بانل كده بتبص، فلقيت الشوت اند دريل باي بريشر ايه بيزيد، او الدريل باي بريشر عموما بيزيد خلاص، لكن حضرتك ما لقيتش حصل معاك اي تغير في التريب تانك، يعني مفيش فوليوم راجع لك. فده معناته ايه بقى حضرتك؟ طالما مفيش تغير في التريب تانك يبقى مفيش فوليوم رجع، يبقى مفيش كيك. لكن ممكن يكون حصل ايه؟ هل يا ترى البكر ليكنج؟ لا، لو البكر ليكنج كنت هتلاقي فيه فوليوم. هل اللاينر ليكنج؟ كنت برضه هتلاقي فيه فوليوم. هل بليد اوف تيست ماست بي برفورمد تو تشيك اف ذا كيك اور ترابد بريشر ديو تو ثيرمال اكسبانشن؟ يبقى الاجابه الصح حضرتك ان هنا في عندك ايه، فينا ثيرمال اكسبانشن اوف ذا مد. اللي حصل هنا ان في ثيرمال اكسبانشن من المد، فبنقول حضرتك هنا يبقى الاجابه الصحيحه ان انت تقول اهو بليد اوف البريشر جرادولي اللي موجود فوق ده ماست بي برفورمد تو تشوك اف ذا كيك اور ترابد جاز ديو تو ذا ثيرمال اكسبانشن. يبقى حضرتك لا ما تبلدش، لان انت لا قدر الله ممكن يكون معاك اي مشكله. يبقى احنا بنقول هنا التفسير ان انت عندك هنا في ثيرمال اكسبانشن في المد بتاعتك. طيب نخش بقى على اسئله التشوك، فبنقول السؤال رقم واحد بيقول لك فور ادجستبل ريموت تشوك. الادجستبل ريموت تشوك زي ما احنا قلنا يا جماعه، ده حضرتك احنا ما بنعملوش بريشر تيست، احنا بنعمل له فانكشن تيست بس. فالادجستبل ريموت تشوك ده بنقول از بير اي باي دو وي نيد تو كوندكت لو اند هاي بريشر تيست انيشال اند سبسيكوينت. طبعا الاجابه غلط، احنا بنعمل له فقط فانكشن تيست خلاص. طيب السؤال رقم اثنين بنقول ان ذا سوفت كلوز شوت ان ارينجمنت، يعني لما تيجي تعمل سوفت شوت ان ذا ادجستبل تشوك فالف شود بي ايه؟ ها؟ اوبن. يبقى احنا قلنا لو سوفت يبقى اوبن، وارجع تاني للمحاضره بتاعت ارجع تاني للمحاضره بتاعت السوفت شوت ان والهارد شوت ان اللي احنا خدناها في البي اند بي. يبقى الاجابه الصح تبقى ايه؟ اوبن. سؤال رقم ثلاثه وات تشيكس شود يو دو وين تيستينج ذا ريموت تشوك تو اي بي اي ستاندرد. قلنا اللي تشيك اللي حضرتك لازم تعمله ان لازم حضرتك القيمه بتاعتك اللي بتعمل بيها على الاب ستريم تساوي نفس قيمه الرامه. فحضرتك هنا هنقول ان انت لازم تعمل ايه؟ اول حاجه هنا فانكشن تيست بوث برايمري اند سكندري كنترول سيستم، وزي ما قلنا ان البرايمري اللي هو الاب ستريم بتبقى بنفس قيمه الرامه والباك اب اللي وراها بيبقى بقيمه اقل خلاص. رقم اربعه، السؤال رقم اربعه بنقول ايه؟ واي ار تو تشوكس واي ار تو تشوكس انكوربوريتد انتو موست تشوك مانيفولد. بنقول ليه فيه اثنين تشوك باستمرار؟ فبنقول ان انت في عندك هنا اب ستريم وداون ستريم، فبنقول هنا علشان يبقى يعمل باك اب حضرتك، يبقى تو بروفايد ا باك اب اف ذير از ا بروبلم with the active choke. يبقى to provide a backup if there is a problem in the active choke. يبقى الإجابة الصحيحة رقم B. طيب السؤال رقم خمسة بنقول أهو what is the recommended diameter for the choke manifold bleed line. choke manifold bleed line اللي احنا بنسميه والمعيار بناه بالبفر يعني تانك. the line that bypasses the chokes.
according to API standard 53. ايه الاهميه او ايه هو الدايمتر ريكومندد بالنسبه للتشوك مانيفولد بليد لاين؟ فبنقول حضرتك رقم بي هي الاجابه الصح اللي هي at least equal to the diameter of the choke line. يبقى الاجابه الصح ايه؟ at least equal to the diameter of the choke line. دي الاجابه الصحيحه. طيب بنقول السؤال اللي بعد كده رقم 6, what is the main function of the choke in the overall BOP system؟ ايه الفايده من التشوك؟ قلنا يا جماعه ان اهميه التشوك وانا بقتل البير ان انا بعمل باك بريشر على الفورميشن بحيث احافظ على البوتوم هول بريشر تو بي كونستانت, وحسب بقى انا بثبت ساعتها شاتن كيسنج بريشر ولا شاتن دريل باي بريشر اكوردنج للسيتويشن اللي انا شغال فيه. يبقى فايدته ان احنا بنعمل ايه هنا يا جماعه؟ ان احنا بنعمل باك بريشر, يبقى تو هولد باك بريشر وايل سيركليتنج اوت ذا كيك. طيب السؤال رقم 7 بنقول what is the purpose of that shock manifold vent او bleed line that bypass the choke؟ قلنا السؤال ده من شويه, فقلنا to bypass that shock and bleed of high volumes of fluid with the minimum back pressure. With the minimum back pressure يبقى الاجابه الصح اللي هي ايه؟ رقم ايه هي الاجابه الصحيحه؟ طيب رقم 8, why does the bleed line bypass, ايوه why does the bleed line bypass the choke have the same diameter of the choke line؟ يبقى حضرتك اهو to continue circulating the well and maintaining minimum back pressure, to maintaining minimum back pressure. طيب الاجابه رقم 9, بنقول بقى السؤال رقم 9, how many remote adjustable chokes should a choke manifold rated working pressure 10,000 have؟ يبقى احنا قلنا at least لازم يكون في 2, يبقى الإجابة الصح هي إيه؟ 2. يبقى الإجابة الصحيحة هي 2. ده كان درس النهاردة, أتمنى يا رب أكون قدرت أوصله بشكل سلس وبسيط. تحياتي جد ليكم جدا وأشكركم جدا على المحاضرة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.